أريج، محطتنا التالية أيضا مع ضيوف كانوا مشاركين باحتفال أمس مع فرق حلبية ذات أدت الفلكلور الحلبي، فأجادت وقدمت مختارات متميزة مع ضيفنا لليوم السيد جارو ألكسانيان المسؤول عن فرق كورال حلب زفرت نوتس وفرقة سرداباد للرقص الشعبي وفرقة شوشي للأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا صباح إن شاء الله ما كون خربطت الأسماء. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يعني مشاركة مميزة كانت لكم امبارح، خبرنا كيف كان التحضير واختيار الفقرات؟ كانت التحضيرات طبعا بهالفترة انه قد ايه كانت يعني التحضير لهذا الحفل؟ يمكن الأكبر كان بالسرعة القصوى يمكن قد هيك حفل. هي كانت التحضيرات طبعا كانت الفترة قصيرة كثير، لوقت اجتنا هالاقتراح انه لازم نشارك نحن بهالاحتفالية بقلعة حلب، وكانت فترة أعياد وطبعا الصبايا والشباب تأقلموا بهالوضع، وما دام كانت الحفلة تكون بقلعة حلب تحمسوا كثير وباشروا حتى بأيام الأعياد باشروا بالتحضيرات وبأجواء تحضروا لأجواء الحفل. كان في عندهم أمل كبير أنه يشتركوا بهالاحتفالية وطبعا بقلعة حلب بقلعة الصمود. أستاذ جارو، يعني كيف عم يكون تدريب الأشخاص المشتركين بالفرق خصيصا أنه في اختلاف بالأعمار؟ يعني شفنا مبارح في أطفال بفرقة شوشي وأيضا شفنا بالكورال، يعني اختلاف فيه بالكورال ما في مشكلة بالأعمار، أنهم أعمارهم هن من 18 سنة ولا ما فوق وما في مشكلة بالكورال. هن دائما التدريبات بتكون على أساس الأصوات طبعا بتعدد الأصوات الكورالي، بس بالنسبة للفرق الرقص فرقة شوشي خصوصا فرقة شوشي نحن منقسم حسب الأعمار على ثلاث مقسمين على ثلاث أربع مستويات، كل مستوى بتتدرب على حسب عمر الطفل لابين ما نوصلهم لمرحلة معينة، بعد هالمرحلة المعينة بتحولوا هنا فرقة سرداباد. هنيك بتبلش الرقصة باختصاصاتهم وبمختصين مدربين مختصين بتحاول تدربهم ومشان يقدموا للشعب هالفقرة والصورة المميزة. نحن رح نتابع مع حضرتك مقتطفات من اللي قدمتوه يوم أمس، نرجع نكفي حديثنا.
سيد جارو، يعني فرقكم والكورال ما توقف بنشاطاته الفنية خلال الحرب، وكان رمز للصمود والتحدي والاستمرار ونبض الحياة بحلب، وأيضا امبارح مشاركتكم ضمن هالحفل مع الفرقة السيمفونية الوطنية، خبرنا عنها أكثر. خلال فترة الحرب، فترة 7 سنين، الشباب والصبايا يكونوا والأطفال يكونوا بفرقة الرقص وفرقة الكورال بفترة الحرب، ما انقطعوا نهائيا من التدريبات الثانوية. نحن عنا التدريبات كل سنة، التدريبات فترة التدريبات بتكون من 3 شهور لـ4 شهور، وكل سنة نحن بنقدم الحفل للجمهور. وبخلال هالفترة قدرنا نقدم اللي فينا، اللي يعني قدرنا عليه خلال هالفترة، انه نعطي للجمهور فقرة مميزة وجيدة بفترة هالحرب، بس مشان ما كيف يعني ما نحاول انه نوقف او نهائيا يعني من العالم، كان لكم وجود الا انا وجود بهالفتره مشان ما يكون في انقطاع تفتيت او ضياع بالفرق وباعضاء الفرق. بس قديش هالشيء المشاركه امبارح اعطاهم كمان دعم للشباب والصبايا، انه فعلا يمكن الشغل يلي هن اشتغلوه ما راح هدر بهالفتره، وهن كانوا خصوصا تجربتهم مع السيمفونية الوطنية السورية، هي أول تجربة كانت لهم بقلعة حلب. نحن على الأغلب فرقة مصغرة بتكون، عززت لهم ثقتهم بنفسهم يا بمشاركة البيانو، أو فرقة موسيقية صغيرة بس تكون مع فرقة سيمفونية بهالمستوى أعطتهم أمل كبير، وإن شاء الله بالسنين القادمة بتكون عنا برامج متطورة أكثر وأجمل وأحسن إن شاء الله. قد إيه صار له تأسيس لهالفرق؟ نحكي فرقة، نحن شاركنا بهالاحتفالية ب3 فرق مثل ما حكينا فيهم. فرقة كورال زبارتنوتز تأسست بحلب عام 1969، يعني عمرها بتكون تقريبا الفرقة هي 50 سنة. كل سنة قدمت برامجها السنوية بشكل دوري. طبعا فرقة الكورال هي أول فرقة غنت بسوريا بأصوات متعددة، يعني 4 أصوات، هي أول فرقة بسوريا. وفرقة سار ضربات تأسست بعام 1967، ونفس الشيء كان لها احتفالات وبرامج الخاصة ب كل سنة كانت تقدم برامجها بشكل جيد. وفرقة شوشي تأسست بعد فترة انه تكون فرقة تأسس للشباب. تأسست عام 2003 وباشرت بأعمالها، ولقت يعني لقيت تفاعل كمان من الجمهور. يعني امبارح هن كانوا عم يدوا الرقصات قريش، شفنا كيف كل الجمهور كان عم يسقف معهم ويسوي الاطفال دائما، بس ما قدموا شيء دائما الجمهور بدي يعطيهم بهجه للجمهور. ايش ما قدم الطفل كويس، ان كان جيد، ان كان الطفل دائما طفل، دائما الجمهور بتاقلم مع الطفل. ايش ما كان مين عم يأشرف على تدريب، يعني في مختصين عم يأشرفوا على تدريب الشباب والصبايا وايضا الاطفال؟ المختصين نحن كان قبل الحرب كان في انه نعزم مختصين من ارمينيا تكون يجوا ويساعدونا ويعطونا ايش في الجديد ايش في الجيد، بس خلال فتره الحرب انقطعنا من انقطعنا من وشو ما تعلموا شبابنا خلال الفترات
آدمي، هن علموا للأطفال اللي تعلموا من المختصين. يعني الفن اليوم يحيي الحياة وبيكون نبض للحياة. اليوم قديش هالفرق رغم كل شيء مر علي وتأثيرها النفسي أيضا على الأطفال والشباب، لكن اليوم الموسيقى هي عودة للحياة وهي نبض الحياة. قديش عبر استمراركم عفوا بهالتدريبات وبإقامة هالحفلات الفنية، صح يمكن انه هي عم تكون قليلة لكن الاستمرار موجود، قديش اليوم عبر هالفن قدرتوا تتجاوزوا كل المصاعب اللي مريتوا فيها؟ هي امل انه تكون امل لعنا للشباب، انه يكون لهم امل للحياة. نعم. مشان الشباب بالموسيقى بالغناء بالرقص يكون فيهم أمل ويكون فيهم رغبة يبنوا فيها المجتمع ورغبة يبنوا فيها هالبلد من خلال الموسيقى من خلال الرقص. هن بيحسوا حالهم مرتاحين نفسيا وبتأقلموا بهال وضع. يعني نحن بنتمنى لكم كل التوفيق بكل الفرق يلي عم تشتغلوا عليها، وان شاء الله يكون يعني لكم كل التألق وامل هالشباب يتحقق بانه هن يصيروا نجوم من الفرق الكورال المهمه بسوريا وبالعالم. بدنا نشكر وجودك معنا لليوم سيد جاري. لهالدعوه الحلوه وبهالاحتفاليه وبتشكركم كثير. شكرا كثير لك.